أن تكون شخصاً طبيعياً ثم تنام وتستيقظ شخصاً بقدرات خارقة، ربما تعتقد أنه أمر لا يحدث إلا على شاشات السينما كونها من نسج الخيال، لكن قصة الفتاة الروسية نينا كولاجينا قد تجعلك تغير رأيك بعد أن أصبحت قدرات هذه المرأة مثاراً للجدل. فالبعض لم يرى فيها أكثر من محتالة، وآخرون آمنوا بقدراتها بعد أن رأوها تحرك الأشياء دون لمسها، وتميز الألوان دون أن تراها، وتتحكم بالوظائف الحيوية بأي جسم تريده كأن توقف قلب شخص. مواهب نينا الخارقة تضمنت البراعة في القتال، كما تقلدت عدة مناصب بالجيش الأحمر. من هي نينا كولاجينا؟ المرأة الخارقة التي أرعبت الأرض، الفتاة المدللة. ولدت نينا في مدينة بطرسبورغ الروسية من عام 1927. عندما كان العالم يستعد للاشتعال بسبب الحرب العالمية الثانية، بدأت نينا كأي طفلة الذهاب إلى المدرسة. يعمل والديها بالزراعة، وفي نفس الوقت يملكان تجارة كبيرة تكفي لتربية نينا وشقيقها. لكن العائلة وضعت بموقف صعب مع اجتياح الألمان لروسيا، حيث أصبح الشعب الروسي بأكمله ضمن أفراد الجيش. الفتاة البطلة. عند اجتياح الجيش الألماني لروسيا كانت نينا طفلة في 14 من عمرها، ولم تكن نينا ولا عائلتها يمتلكان حرية الاختيار. ذهبوا مجبرين للانضمام للحرب. بعد إنهائها التدريب والانضمام للجيش الأحمر، بدأت مسيرة بطولات نينا وهي في سن 15 عاماً، فقد كان السلاح الذي حاربت به يجبرها على قيادة الدبابات والتصدي للعدو في الخطوط الأولى، وهو ما برعت به نينا حتى تدرجت في بعض المناصب. لكن إصابتها في أحد المعارك جعلها تغادر الجيش وتبدأ بمجال آخر بعيد عن الحرب. المرأة الخارقة. في عام 1964 كانت نينا زوجة وأما لثلاثة أبناء، وبسبب ضغوط الحياة فقدت وعيها ذات مرة، فتم نقلها إلى المستشفى، حيث تم ملاحظة قدرة نينا على فعل أشياء خارقة، بينها القدرة على تمييز أي لون دون أن تراه. كذلك تمكنت من معرفة ما تحتوي جيوب الممرضات دون أن يخبرها أحد. حتى المتواجدون في المستشفى بدأوا يتناوبون على اختبارها، وكانت نينا تتخطى كل الاختبارات وتثبت أنها ليست طبيعية. موقفة القلوب. لعل أشهر قدرات نينا التي أثارت دهشة العلماء هي قدرتها على التحكم في وظائف بعض الأعضاء داخل أجسام البشر والحيوانات. ففي إحدى التجارب جعلت كولاجينا دقات قلب ضفدع تتسارع بشدة، ثم قامت بإبطائها حتى أوقفته تماماً. وفي تجربة أخرى قامت بالتحكم بدقات قلب أحد العلماء، ما حدا بالقائمين على الاختبار إيقاف الاختبار خوفاً على حياته. وأذهلت كولاجينا مشاهدي إحدى القنوات التلفزيونية حينما تسببت ببقعة حمراء صغيرة على يد أحد الصحفيين دون لمسه. ومن أشهر ما قدمت كانت قدرتها على تحريك الأشياء، وخضعت لتجارب تحريك أشياء لا تتأثر بالمغناطيس مثل علبة أعواد ثقاب داخل حاجز زجاجي لمنع جميع التأثيرات مثل حركة الهواء أو الخيوط غير المرئية. وفي اختبار آخر قامت بتعليق كرة منضدة في الهواء لعدة ثوان. وأنت، هل تؤمن بالقدرات الخارقة أم أن نينا مجرد محتالة خدعت كل من رآها؟